يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما هو، يقول كما هو الآن حاصل في المسجد النبوي؟ استقباله وقت السلام لا بأس، تستقبله وتسلم عليه لا بأس في هذا، لأن هذا هذه حالة التسليم على الأحياء والأموات تستقبله. أما الدعاء لا، ما تستقبل الرسول، تستقبل الكعبة، قبلة المسلمين هي الكعبة في الدعاء وفي الصلاة في العبادات، الكعبة المشرفة. نعم. وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرة. نعم.